السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور هيثم مؤمن، مدرس مساعد بقسم العلوم الاساسيه، والنهارده ان شاء الله هنتكلم في ماده الهيدروثيرابي على الجزء البراكتيكال الخاص بالاميرجن. عندنا ثلاث حاجات، عندنا الهوبر تانك وعندنا الوير بول وعندنا الكونتراست باس. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله الهوبر تانك. الهوبر تانك ده عباره عن تانك بيسمح بالفول بودي اميرجن اكسبت الهيد طبعا، وبيستخدم مني في الحالات اللي فيها ويكنس او باراليسيس للمصل او البيشنت مش قادر ان هو يستاند، ومينلي زي ما قلنا بنعمل فول اميرجن للبودي وبنقدر نعمل الاندر ووتر اكسرسايز بتاعنا. الهابر تانك فيه ميزه ان احنا الجزء اللي بيبقى فيه زي دي تو توربنز كده او تيربونز، ادي واحده والثانيه، دول بيسمحوا بالاجيتيشن بتاعه الووتر. اللي بيبقى فيه زي ستول هنا كده عشان البيشنت لما نيجي ننزله في الـ في الـ في التانك نخلي الهيد بتاعته سبورتد عليها. بيبقى فيه ادفانتج ان الجزء البيجيننج بتاعه او التوب بتاعه والاند بتاعته بتبقى وايد. ليه؟ عشان تسمح لي زي ما احنا شايفين في الصوره دي ان هو البيشنت يعمل فول الاكستريميتيز، بوث اكستريميتيز الابر واللور، يعمل فول ايه؟ فول موفمنت، يعني يعمل فول ابدكشن في الشولدر مثلا او ويعمل فول ابدكشن في الايه؟ في الليج. فدايما بنلاقي الجزء بتاع التوب والجزء بتاع البوتوم بيبقى ايه؟ وايد عشان يسمح لي بالايه؟ بالفول موشن. هنيجي على الجزء بتاع الميدل ده، الجزء اللي هنا ده بيبقى نارو اكتر عشان ده بيدي اكسس للثيرابيست، او كان بالنسبه لي انا ان انا اقدر ايه اسيست البيشنت في الاكسرسايز، ابقى واقف في الجزء ده قريب اكتر للبيشنت فاقدر اعمل اكسس اكتر للبيشنت واعمل ايه الاسيست في الايه في الاكسرسايز بتاعتي. طيب في الاول قبل ما ابدا اعمل جزء براكتيكال لازم الاول اشرح الايه البروسيجرز دي نفسها للعيان بتاعي، اشرح له ايه الستبس اللي انا عاملها لما ابدا انزله في الميه ايه اللي هيحصل، عشان ما يحصلوش موضوع ان هو يبقى عنده فير ان هو داخل زي منيمينه سوباين على 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 ترولي كده او حاجه ومنزلينه في الميه فيبدا يبقى ايه قلقان من الميه. فلازم اشرح له البروسيجرز بتاعتي الاول. البيشنت بتاعي بيبقى لابس زي ممكن يكون لابس حاجه كوتون، ما يفضلش ان هو يكون لابس الاير ستوبرز او السدادات بتاعه الودن قوي، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان نستخدم زي وول باد كده وفيها زي محطوط عليها بتريليوم جيلي او حاجه لوبريكانت كده بتبقى محطوطه في الايه في الانر سايد، وبعدين بيلبس الايه الباسنج كاب او البريسنج كاب بتاعته. ببدا الاول اعمل ليفتنج للبيشنت عن طريق ان هو بيبقى نايم على حاجه زي الاسترتشر او حاجه زي الترولي زي اللي احنا شايفينها هنا، زي ترولي كده او استريتشر، وبيبقى العيان نايم على حاجه اسمها كانفاس كده بيبقى فيها زي تحتيها زي جزء ايه قماش يبدا ايه ينام عليه. وده بيبقى الاسترتشر ده زي ما احنا شايفين هنا كمان في الصوره دي بيبقى متوصل بزي بايه باوفر هيد هيدروليك هويست، يعني تبدا تعمل له ليفتنج من البلينس اللي احنا ناقلينه عليه ويبدا يتنقل للميه، وابدا بعد كده ابدا ايه انزله في الايه في الـ في الـ في التانك سلولي لغايه ما يوصل لايه للجزء الابر موست جزء بتاع الووتر، وبتبدا الهيد بتاعته بتبقى ايه سبورتد. لازم انشور ان البيشنت ده ابدا انزله سلولي في الـ في الـ في الـ في الووتر، ولازم ببدا على كده اعمل ديتاتشمنت للكيبلز اللي موجوده في الاوفر هيد الهويست، ابدا اعمل ديتاتشمنت وابدا اسبورت، لازم جدا اسبورت الهيد بتاعته وتخليها في كومفورتابل او ايه سكيورد ايه بوزيشن. بعد كده ممكن ابدا اعمل طبعا التمبريتش بتاعتي في المايه بتبقى حوالي تقريبا من 36 ل 41، والديوريشن بتاعت السيشن بتاعتي بتبقى من 15 ل 30 مينت. ممكن اعمل كولد كومبريس للبيشنت دي عن طريق ان انا اعمل له لاينج في الووتر، ان دي حاجه بتساعد بتعمل بروتكشن للتيشوز عن طريق ان هي بتعمل سلوينج للميتابوليك ريت. العيان بتاعي ممكن في المرحله دي بيفقد بعض الووتر، بيحصل له زي سويتنج شويه، فده بايه فمحتاج ان انا اديله زي كولد درينكس شويه عشان ريبليس الووتر ايه لوس اللي موجوده. بعد ما بعمل اميرجن ببدا ايه ابدا اعمل الاكسرسايز بتاعتي، سواء انا بعمل اكسرسايز فيها اكتيف للبيشنت هو بيعملها اكتيفلي، او انا بعمل له اسيستنس شويه، او ممكن اعمل له ريزيستد حتى اكسرسايز. لما بخلص وببدا اعمل ريموفال ببدا لازم اعمل كيرفولي هاندل البيشنت ده وابدا اشيله كيرفولي واحده واحده عن طريق الاسترتشر تاني، وابدا انقله على الايه على دراي بلينس. بعد ما اعمله ليفتنج ببدا انقله على دراي بلينس، وبحاول البيشنت ده لو هو كان اوبيس شويه بنستخدم حاجه اسمها ايه دروشيت. دروشيت دي عباره عن شيتس بتحط كده تحت البيشنت بتبقى ماسكه تقريبا او بتكفر اللور باك اريا مع الساي، وابدا من البوث سايدز ممكن اساعد اعمل له ترانسفير للايه للايه للدراي بلينس. بحاول بقدر الامكان ان انا ما اعملش بريشر اي بين في الاريا وانا بعمل عمليه الترانسفير، بحاول انقله زي ما قلنا انقله على دراي بلينس، والموفمنت بتبقى كويكلي شويه بحيث ان انا انقل البيشنت ده كوان بيس او وان بلوك، بنقله ايه في نقله ايه واحده بس بتكون ايه كبلوك واحد.
المفروض ان انا لما اجي بنقل الجزء بتاع البلفيك اريا بحاول احط ايدي تحت الباتوكس شويه عشان اعمل عمليه الايه الليفتنج بتاعتي. بعد ما بنقل البيشنت دراي على دراي برنس بحاول اعمل له كفرنج، وبحاول بقدر الامكان ان انا اعمل دراينج للهير بتاعته، وابدا اعمل ايه كفرنج للهير بتاعته عن طريق دراي تاول برده، واسيبه فتره ايه للتريتمنت. وزي ما قلنا ان الديوريشن تقريبا بتبقى حوالي من 15 ل 30 مينتس، والتمبريتشر بتاعتي بتبقى من 36 ل 41 درجه. ده كان الجزء الخاص بالهابر تانك. هنتكلم دلوقتي على الجزء الخاص بالواير بول. الواير بول ده عباره عن تانك بيسمح بالاميرجن، بيبقى فيه زي توربين واحد بس خالص، توربين واحد بيعمل اجديشن للووتر، وبيبقى فيه ايه وبيجمع دايما بين الفاليوز بتاعت الكوندكتيف هيتنج مع الايه المساج او الايفكت بتاع المساج. عندنا فيه ثلاثة تايبس، عندنا حاجه اسمها لو بوي، وعندنا حاجه اسمها هاي بوي، وعندنا اسمها اكستريميتي تانك. اللو بوي ده بيبقى البيشنت فيه عنده الافيلابيلتي ان هو يعمل سيتنج ممكن يقعد فيه، ويبقى الكباسيتي بتاعته من حوالي 75 لايه ل 105 جالون. الهاي بوي زي ما احنا شايفين اعلى شويه، وده بنعمل ايه اميرجن لللور اكستريم البوس لور اكستريميتي، والجالز تقريبا بيحتاج من حوالي برده من 60 65 لغايه 105 ايه جالونز. اخر حاجه الاكستريميتي ترانك، وده بنعمل فيه اميرجن للابر اكستريميتي او اللور اكستريميتي، ويبقى الكباسيتي بتاعته حوالي 45 جالون. طيب انا في مبدا جزء البراكتيكال بتاعي، اول حاجه بختار السايز على حسب البيربس بتاعتي. انا لو عايز اشتغل عايز اخلي البيشنت يبقى سيتنج بستخدم الايه الهاي الاسف بستخدم اللو بوي. طيب لو عايز استخدم اللو بوس لور ليمز او بوس لور ليمز بستخدم الهاي، وبنسميه كمان الهيب تانك. او لو عايز استخدم اكستريميتي واحده زي الايه الجزء بتاع الشولدر او الجزء بتاع الالبو مثلا ابر اكستريميتي، بستخدم الاكستريميتي ايه ترانك او الاكستريميتي تانك. اول حاجه زي ما اتفقنا بنحدد السايز والتايب بتاعنا، وبعد كده بملى التانك بتاعي بالووتر، وبعد ايه بعمل شكل الووتر تمبريتشر عن طريق الايه الثرمومتر. المفروض ان الباس بتاعي ده لو معمول من ستانلس ستيل، قال لك ان ستانلس ستيل ده بيابزورب المي الحراره اسرع شويه، فببدا اعلي التمبريتشر عن الطبيعي، يعني التمبريتشر بتاعتي اعليها عن الطبيعي شويه عشان ببقى عامل حساب ان الهيت دي يحصل لها راديتنج رابيدلي عن طريق الايه الجزء بتاع الستانلس ستيل. ممكن احط ديس انفكتنت في الميه عشان خاطر الجزء الخاص بالانتي سيبتيك، او الجزء الخاص بالسايكولوجيكال بالنسبه للبيشنت ان هو حاسس ان هو نازل في حاجه فيها، او ايده محطوطه في حاجه او رجله محطوطه في حاجه فيها ميه، فبحاول بقدر الامكان ان انا ممكن احط ديس انفكتنت عشان ايه احافظ على موضوع الانتي سيبتيك ده. طبعا بعمل ريموفر للكلوزنج او من الاريا اللي هعمل فيها تريتمنت، وبخلي العيان يتحط في بوزيشن يكون كومفورتابل ويكون سبورتد ويكون ايه سكيورد. بعد كده ببدا انزل العيان بتاعي في الميه، والديوريشن بتاعتي تقريبا بتبقى من 20 ل 40 مينت. وهو البيشنت في الميه بيبدا يعمل زي ايه موفمنت للبورتس اللي بنعمل لها تريتمنت. وفي نفس الوقت قال لك ان في جزء لو انا بعمل تريتنج للوونز في زي باتشز كده من الديد تيشو بيحصل لها ريموفال عن طريق الاجيتيشن بتاعت الووتر، فانا بعمل شوت داون للاجيتيتور ده، وابدا اعمل ايه ريموفنج للديد تيشو، وبعد كده برجع اكمل ايه السيشنز بتاعتي. والبيشنت الجزء ده اللي فيه ايمرجت في الميه ببدا اعمل زي جنتل ستريتشنج للتايت ستراكشرز، او ببدا بعمل زي ايه سلايت مساج للايه الاريا اللي انا ايه شغال عليها. بعد ما بخلص ببدا ايه اخرج او ريموف البارت اللي محطوط في الـ في الـ في التانك، وابدا اعمل مساج خفيف كده بعد نهايه التريتمنت، وابدا اعمل دراينج او ابدا اعمل رابنج للجزء اللي انا عملت له ايمرجن، وبعد كده ايه بقى ايه بنهي السيشنز بتاعتي. وتقريبا احنا قلنا الديوريشن من 20 ل 40 مينت، ودي صوره بتبين الايه الجزء اللي البيشنت هنا حاطط البوس اكستريميتيز دي اللي بتاعت الايه الهاي بوي تانك، وده الجزء بتاع الاكستريميتي تانك ان احنا حاطين وان اكستريميتي بس خالص في الميه. وهنا الصوره دي بتبين البيشنت قاعد سيتنج، وده الايه الجزء الخاص بتاع الايه اللو بوي تانك ان احنا بنحاول نخلي العين قاعد ايه في السيتنج بوزيشن. طيب انا عندي بعض الجنرالز بوينتس كده اللي انا بخليها قبل او بعد الابلكيشن. هنا مهم جدا لما بعد ما بخلص انا اعمل امبتي للتانك بتاعتي من الووتر خالص، المفروض ان انا اعمل زي كليننج او رينسينج، اعمل زي نوع من التطهير للانسايد او الجزء الداخلي بتاع التانك بتاعي عن طريق الديس انفكتنت. ببدا الجزء الاكسترنال من التانك نفسه ابدا اعمل له بولشنج، واعمل له ايه زي نوع من انواع الكليننج. المفروض ان الالكتريكال اوتليتس دي بقى تبقى ليها زي جراوند سيركت كده، بحيث ان ما تسمحش للعيان ان هو يعمل سويتش اون او اوف للايه للسيركت، وفي نفس الوقت تبقى ويل بوزيشن بحيث ان العيان برده ما يبقاش عنده السهوله قوي ان هو يعمل ايه تيرنينج او تيرنينج اون او اوف للايه الاجيتيتور.
دي كانت الحاجات الخاصه الهابر تانك. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله الكونتراست باس. والكونتراست باس ده لطيف جدا سهل جدا، بيعتمد ان انا بستخدم الهوت والكولد ثيرابي مع بعض افتر اتش اصلا. المفروض ان انا بستخدم تو باسز، هوت باس درجه الحراره بتبقى من 40 ل 50، وبستخدم الكولد باس درجه الحراره بتبقى من 50 ل 20. يوجوالي مينلي انا اكتر بستخدم ببدا بستارت بالهوت ثم الايه الكولد، وبعض السيريز تقول ان ممكن استخدم الكولد. هو مني لو انا بستخدم البين يكون افضل، لو انا عايز اعمل ريليفنج البين ببدا بالهوت ثم الكولد، وبعض السيريز بتقول ان انا بعمل ريليفنج الاديما ممكن ابدا بالكولد ثم الهوت. مفترض ان الابلكيشن او الكونتراست باس دي السيريز اللي بتسبورت الموضوع ده بتقول ان هو بيحصل حاجه اسمها سنسوري ستيميوليشن، عن طريق ان هي بيحصل اكتيفيشن للبوست كوتينيوس هوت والكولد ايه ريسبتورز. طيب بعمل ايه الاول؟ ببدا اجيب الاكستريميتي الاولانيه زي ما احنا شايفين في الصوره، ببدا احط ايه ايدي في رجلي مثلا في طبعا انا ما بستخدمش الانتير بادي كولد، ما بعملش ايمرجن بادي كولد، انا بعمل ايمرجن للاكستريميتي واحده بس او ممكن اكتر من واحده بس. مني ببدا مثلا بالاول بالهوت ووتر بعملها حوالي من 4 ل 6 تايمز، وبعدين ايميديتلي على طول اشيلها احطها في الكولد وبعملها لمده 1 ل 4 منت. المفروض ان انا بعمل البروسيس دي من حوالي 3 ل 4 3 او السايكل دي بتتكرر حوالي 3 او 4 مرات، وبتوتال تايم بيوصل حوالي 15 30 ديجري. يبقى انا بستارت بالهوت من 4 to 6 تايمز، وبعدين كويكلي بنقل للكولد من حوالي 1 ل 4 تايمز، وبعمل ريبيتيشن حوالي 3 او 4 مرات بتوتال تايم حوالي 15 ل 30 واتيفر. زي ما اتفقنا بنقول بستارت بالهوت ثم الكولد ثم الهوت ثم الكولد، يعني اللي بستارت بيه باند بيه سواء الهوت او بستارت بالكولد وبرجع باند برضو ايه بالكولد. وسهل جدا، وزي ما احنا قلنا ان هو ايه من البنفس بتاعته ان هو بيعمل سنسوري ستيميليشن، عن طريق ان هو بيعمل اكتيفيشن للكوتينيوس البوست كوتينيوس بتاعت الهوت والكولد ريسبتورز. دي كانت اخر حاجه النهارده في الجزء الخاص بالاميرجن، اتكلمنا عن الهابر تانك والوربول كونتراست باس. اتمنى يكون السكشن سهل، وان شاء الله نشوفكم في سكشن تانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.